احنا اللقاء اللي فات حكينا عن كل شيء بيتعلق بالفول ويف بروجيكتيفاير، درسنا كيف خصائصه، شفنا كيف الموجات على الاوتبوت بتكون، حسبنا ايش طقينا الافرج دي سي فولتج، طقينا البيك انفرس فولتج، وحكينا عن الانستنتينوس فاليوز والبيك فاليوز، وحكينا عن الدي سي فاليوز. هلا هون احنا اليوم ناخذ يعني نحل مثالين تطبيقيات مهمات كثير على الفول ويف بروجيكتيفاير. هذا المثال كنا نحكي عنه اللقاء اللي فات، حلينا افكتفلي فيه الفيرست والسكند ريكويرمنت اي وبي. هلا بس بدي ارجع اعيدهم بشكل سريع. حكينا انه دائره الفول ويف بروجيكتيفاير معطيه هون زي ما انتم شايفينها بتحتوي على اربعه فور دايودز سيمي كوندكتر دايودز مع كرنت ليمتنج ريزستر. دائما في عندي اربع، يعني اذا بتيجي اضلاع في اوت سوري اربع اطراف للفول ويف، الطرفين الافقيات هدول مخصصين للاوتبوت، والطرفين العموديات المتقابلات هدول للانبوت. هلا الانبوت مصدر التغذيه، في مرات بتقدر تربطه بشكل مباشر على الطرفين هدول، وفي مرات بيكون مربوط زي ما انتم شايفين، يعني مصدر التغذيه مربوط على الطرفين هدول من خلال سنجل فيز ترانسفورمر. هلا بخصوص السنجل فيز ترانسفورمر حكينا انه دائما بيحتوي على ملفات اثنين، هذا ملف ابتدائي، ليش سميناه ابتدائي؟ لانه مربوط مع مصدر التغذيه، وفي عندي هون ملف ثانوي لانه هذا مربوط بحمل كهربائي بغض النظر كيف بيكون شكله. هلا في عندنا 3 بارامترز على كل ملف، في عندي جهد، وفي عندي التيار، وفي عندنا عدد لفات. هلا الجهد والتيار وعدد لفات على البرايم على الملف الابتدائي بسموه برايمري، والجهد والتيار وعدد اللفات على الثانوي بسموه سكندري. واضح كيف؟ في علاقه رياضيه بتربط بينهم، حكينا عنها سابقا، هي موجوده هون. هاي العلاقه الرياضيه هاي مهمه كثير. اوكي. طيب هلا معطيني هون في عده معطيات لهذا الاكزامبل، الترانسفورميشن ريشيو بتساوي 10، البرايمري ار ام اس فولتج 115 فولت، التردد على البرايمري 50 هرتز، وقيمه المقاومه او الكرنت ليمتنج ريزيستر قيمته 1 كيلو اوم. هلا حكينا حاجه كثير مهمه، انه الموجه عندها موجه الاي سي هذه شايفينها كيف؟ هذه عباره عن موجه الاي سي، واضح؟ طيب لما تيجي انت بدك تحدد التيار، عفوا قيمه الجهد بالاي سي، ما بتقدر تحدده، يعني مثلا واحد فيكم اجى قال لي انه الفي برايمري قيمته 115 فولت، هذه معلومه مش كامله، ليش؟ لانه دائما احنا بالاي سي حكينا في طريقتين تعبر فيها عن الجهد، اما بيك او ار ام اس، صح ولا لا؟ وين البيك وين الار ام اس على الموجه؟ هذا البيك، هذا بيك فولتج، وهذا عباره عن الار ام اس فولتج. في فرق بين الاثنين، الاختلاف بين الاثنين جذر الاثنين مش متساويات، مفهوم كيف؟ اذا دائما لما تعطيني قيمه للجهد او التيار اي سي، اوكي، مهم جدا تحدد هل هذا الجهد بيك ولا ار ام اس، والتيار نفس الشيء. اذا هون لازم التيار، الجهد هون معطيني اياه، هي في عندي قيمه للجهد اوكي ومحددها كمان ار ام اس، هذه الار ام اس فولتج على البرايمري قديش بتساوي؟ 115 فولت، مطبقه وين؟ على البرايمري سايد للترانسفورمر، مفهوم كيف؟ تعال تشوف الفيرست ريكويرمنت، حكينا عنها اللقاء اللي فات، خلينا نعيدها مش مشكله. بده نحسب البرايمري والسكندري فولتجز، اوكي، بده نعيد حساب البرايمري فولتج والسكندري فولتج، بس هالمره مش ار ام اس، وانما بدي اياهم بالبيك فولتجز، يعني بدنا اياهم على شكل بيك. هلا احنا الموجه مش هيك حكينا عنها شكلها، اوكي؟ عندي على البرايمري سايد الار ام اس معروف قديش قيمته 115، طب بدنا نحسب البيك، بيك فاليو له، كيف نعمل؟ بدك العلاقه الرياضيه اللي بتربط دائما بين البيك والار ام اس هي جذر الاثنين، يعني دائما هون في برايمري شويه البيك، شو بدها تساوي بكل بساطه؟ بدها تساوي جذر الاثنين مضروبه في الفي برايمري سوري برايمري اوكي الار ام اس، تمام؟ يعني عندي هذا ال 115، هذا عباره عن الجهد اللي تشكل على ملف الابتدائي، تضرب جذر الاثنين فبيطلع معي 162، 126 ولا 162، استنى اشوفها شوي، 162 ب 64 فولت، بيطلع هون شوي صغيره 162 ب 64 فولت، هذا الجهد البيك فولتج على البرايمري، مفهوم كيف؟ طيب هلا بدنا نيجي احنا نحسب الجهد على السكندري، بس بدي اياه برضه بيك. العلاقه اللي بتربط بين جهد البرايمري وجهد السكندري وعدد اللفات والتيارات على الترانسفورمر محكومه بصيغه رياضيه بتنطبق على اي ترانسفورمر بالدنيا، هاي الصيغه الرياضيه بتقول انه الترانسفورميشن ريشيو اي
بتساوي عدد لفات البرايمري مقسومه على عدد لفات السكندري بتساوي جهد البرايمري على جهد السكندري. هلا واحد بيقول من هذا القانون انا بدي اعرف قديش البيك فولتج على السكندري. طيب مهم جدا هون، بسيطه كثير، تقدر توجد البيك فولتج على السكندري اذا عوضت البيك الفولتج على البرايمري بيك. مفهوم كيف؟ واحد فيكم قال لا بدي احسب قديش السكندري فولتج بس بالار ام اس، اذا يحتم عليك تعوض البرايمري فولتج بالار ام اس. مفهوم كيف؟ طيب الفي سكندري بيك هذه اللي طالبها المثال شو بدها تساوي؟ خلينا نطلعها بدلال يعني الصيغه الرياضيه، نطلعها سكندري بيك دلاله السكندري بيك فولتج في السكندري بيك، شوفوا على شو بدها تساوي. بتساوي في برايمري بيك اوريدي، هاي حسبناها صح ولا لا؟ على الجذر الثاني لا سوري على اي قيمه اي هي اللي موجوده هون. اوكي وين موجوده هاي العمليه الحسابيه تبعتها؟ تعال نشوفها هون، هي هي في برايمري بيك، هي على اي واضح 105 البيك فولتج في سكندري بيك هيوه على اي وين بدت؟ استنى شوي، اي 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 هذا السكندري فولتج البيك قسمناه على اي بيطلع 100 بيطلع 16.26. مفهوم كيف؟ سهل جدا. اذا هون احنا حسبنا قديش البيك فولتج على البرايمري وحسبنا البيك فولتج على السكندري، خلصنا الريكويرمنت اي. تعال نشوف السكند ريكويرمنت اللي هو ريكويرمنت بي، هذا بنشوف كيف نحل. هلا بده نحسب السكندري ار ام اس فولتج، يعني انا هون بدنا نيجي للترانسفورمر ونشوف كل القيم اللي بنقدر نحسبها عليه سواء كان ار ام اس او سواء كان بيك فولتجز او كرنتس. هلا انا اوريدي عرفت قديش السكندري بيك بيك طلع معي قديش حسب 16.42 فولتج. طيب هذا المقدار البيك بدي احوله ارجع احوله لار ام اس. في طريقتين حتى تقدر تسويه، تحوله من بيك لار ام اس. الطريقه الاولى سهله جدا انه نعرف العلاقه الرياضيه تربط بين البيك والار ام اس هي دائما جذر اثنين. تعال نشوف هي مكتوبه هون، هي فرعبي، هي العلاقه بين السكندري فولتج ار ام اس والسكندري فولتج بيك، شو بيربط بينهم الاثنين؟ جذر اثنين. هلا اذا انت عندي البيك جاهز 16.26 بدي احوله ل من بيك لار ام اس بس بقسم على جذر اثنين، بجيب هذا المقدار بعوضه في البسط هون، هذا المقدار بنعوضه في البسط بنقسمه على جذر اثنين بيطلع معي السكندري ار ام اس فولتج قديش بيساوي؟ 11.5 فولت. واضح؟ هي هذه الطريقه الاولى. واحد بقول لا انا بدي استخدم المعادله هاي اللي بتربط بين جهد البرايمري وجهد السكندري، يعني اجي احل هذا المثال الريكويرمنت بطريقه ثانيه باستخدام هاي المعادله الخاصه بالترانسفورمر. بتقول انه عدد لفات البرايمري على عدد لفات السكندري يساوي جهد البرايمري على جهد السكندري. طيب تعال نشوف هون، هلا عشان انت عندي انا الاي هاي جاهزه موجوده عندي اياها 10 معطيه، هلا البرايمري ار ام اس فولتج قديش قيمته عندنا؟ معطيه هذا تعال نشوف فوق قيمته 115 فولت صح؟ طيب عندي انا الاي موجوده 10 وهذه 115، قديش السكندري ار ام اس فولتج راح يساوي معنا؟ هاي هذه المعادله بنطلعها بدلاله السكندري ار ام اس فولتج، هيك بصير شكلها. طلع كيف؟ يعني هذا الاي حطها في المقام وهي جيبها طلع المعادله بدلالتها فبتطلع هيك السكندري ار ام اس فولتج، تطلع البرايمري ار ام اس فولتج مقسومه على اي. مفهوم كيف؟ طيب هلا عندي انا هذا الجهد معطي اوريدي معطيك اياه 115 مقسومه على 10، شو راح تحصل على نفس الاجابه؟ دليل انه لو استخدمت هاي الطريقه او هاي الطريقه، يعني هذه الطريقه الاولى اوكي وهي الطريقه الثانيه، الحالتين راح تحصل على نفس الاجابه. واضح؟ حدا حاب يسال اي شيء قبل ما نكمل؟ اذا حدا بده يكتب على الشات فيش مشكله. اوكي طيب خلينا نشوف الريكويرمنت سي، كالكوليت ذا اوتبوت بيك فولتج اند الاوتبوت بيك كرنت. هلا احنا هون بنعرف انه حكيناها سابقا، لو واحد فينا جاب جهاز اوسيلوسكوب، هذا جهاز الاوسيلوسكوب في عليه تو شانلز، حط الشانل الاولى على اقطاب المقاومه مفهوم كيف،
والكانل الثاني مثلا حطه على التوالي عشان اشوف كيف شكل الموجات. اللي راح يطلع معي موجات اثنتين بسموهم واحد انستنتينيوس فولتج والثاني بسموها انستنتينيوس كرنت. هذه عباره عن انستنتينيوس فولتج كيف بكون المعادله تبعتها في اوتبوت از ا فانكشن اوف تي صح. وفي عندي هون كمان شيء بسموه انستنتينيوس كرنت. ليش هيك؟ ليش مثلا سأل الطالب ليش اجى ارتفاع موجة التيار I output as a function of t؟ هلا ليش ارتفاع موجة التيار اجى اقل من ارتفاع موجة الجهد؟ السبب بسيط كثير، لانه قيمة المقاومة قديش معطيني اياها؟ 1 كيلو، شو مالها؟ اكبر من الواحد. عشان هيك ارتفاع موجة الجهد اعلى من ارتفاع موجة التيار، او ارتفاع موجة التيار اقل من ارتفاع موجة الجهد. مفهوم كيف؟ طيب هذا instantaneous voltage وهذا instantaneous current. لو سألنا اي حدا منكم وين البيك عندنا للجهد؟ هذا البيك للجهد، هذا شو بنسميه؟ بيك الاوتبوت. تمام؟ طيب وين البيك للتيار؟ هذا البيك للتيار، ايش بنسميه؟ اي بيك الاوتبوت. شو العلاقه اللي بتربط بين البيك فولتج والبيك كرنت او الانستنتينيوس فولتج والانستنتينيوس كرنت؟ قانون اوم. يعني العلاقه اللي بيربط بين العلاقه اللي بتربط بين البيك فولتج والبيك كرنت قانون اوم، والعلاقه اللي بتربط بين الانستنتينيوس فولتج والانستنتينيوس كرنت برضه قانون اوم. مفهوم كيف؟ طيب احنا بدنا نستفيد من المعلومه هاي حتى نقدر نحل الفرع سي. الفرع سي هون شو بيحكي؟ Calculate the output peak voltage and the output peak current. الـ output peak voltage هذا اللي موجود على المخرج حتى نقدر نحسبه لازم نرسم الـ input peak voltage، يعني الموجة اللي جاية على الـ full wave projector اللي داخلة عليه كيف بيكون شكلها؟ هيك شكل الموجة. هذه شو بده يكون اسمها؟ V secondary هي بس as a function of t. مفهوم كيف؟ وهذا عبارة عن الزمن. طيب هلا ارتفاع الموجة على الـ input قديش حسبنا احنا طلع معنا؟ شوي صغيرة، وين حسبناها؟ هاي في برايمري بي، في هاي 16.26. هذا الارتفاع على الانبوت عندي اياه هون 16.26. نيجي نسأل حالنا هذه الموجة على الانبوت وهي عبارة عن الموجة على الاوتبوت، طيب هل يا ترى ارتفاع موجة الجهد على المخرج نفسها نفس ارتفاع موجة الجهد على المدخل ولا في اختلاف؟ هلا شو اللي بيحدد هذا الحكي؟ التقريب اللي مستخدمينه احنا. جايب المثال هذا بقول لك استخدم التقريب الثاني. التقريب الثاني بنعرف انه في بارير بوتنشلز حسب ايش؟ نوع الدايود المستخدم، لانه سيليكون دايود وكل مره بيشتغل تو دايودز عندنا، فبكون البارير بوتنشل قديش قيمته لتو دايودز عندنا؟ 1.4. هذه ال 1.4 راح تمثل الفارق بارتفاع موجة الجهد على الاوتبوت عن موجة الجهد على الانبوت. يعني الارتفاع على الاوتبوت مش راح يكون نفس الارتفاع على الانبوت، انما راح يكون مختلف. طب الاختلاف بين الاثنين، بين الارتفاعين راح يكون عبارة عن قديش مقداره؟ 1.4 فولت. واضح كيف؟ اذا عندي انا هذه ال 1.4 فولت بدي اطرحها من ارتفاع موجة الجهد على الانبوت عشان اشوف كيف ارتفاع موجة الجهد على الاوتبوت. شو بدي اعمل؟ بتقول في بيك الاوتبوت بكل بساطه حكيناها سابقا بدها تساوي في بيك الانبوت، اوكي هي هذه اللي هون، ناقص قد ايه؟ 1.4. ليش 1.4؟ لانه احنا مستخدمين السيليكون دايود. طيب في بيك الاوتبوت قديش قيمتها؟ 16.26 ناقص 1.4. هلا بنشوف قديش تطلع معنا، وين موجود حلها؟ هي 16 تطلع 14.86. هذا الرقم عندي هون بيطلع شوي صغير 14.86 فولت. هذا ارتفاع موجة الجهد على المخرج. واضح كيف؟ طيب هلا هذا كله لا لسه حاكي انه والاوتبوت بيك كرنت كمان بدي ارتفاع موجة التيار. هلا سهل جدا، انت عندك ارتفاع موجة الجهد على المخرج، بدك تعرف ارتفاع موجة التيار على المخرج. العلاقة اللي بتربط حكينا بين الارتفاعين هذولا قانون اوم. اذا كل اللي بدي اسويه انا هون اجي بقول اي بيك شوي صغيرة اي بيك الاوتبوت، اوكي واحد اجي قال لا بدي احطها بطريقة ثانية، بدي احط اي ماكسيموم الاوتبوت، واحد قال لا بدي احطه على شكل اي
استنى اي ار ال الاوتبوت كلياتها راح تعني نفس الشيء. شو بدها تساوي هاي؟ بدها تساوي في بي الاوتبوت شايفين كيف؟ مقسومه على قد ايه؟ على ار ال. سهل جدا. عندي انا الجهد هيو 14.86 نقسمه على ار ال، قديش قيمه الار ال معطيني اياها؟ 1 كيلو اوم. اذا بيطلع معك هذه اللي تقسمها على 1000 بيطلع معي التيار اللي راح يظهر هون. هلا هذا كله محلول بس انا كتبت لكم اياه هيك للتوضيح. تعال نشوف فرع سي وين موجود. شوي هاي فرع سي، هي عندك اي بيك الاوتبوت بتساوي اي بيك الار ال. يعني انا بالعاده انتبهوا علي، انا بالعاده بعطيك اكثر من شكل للقيم حتى يكون في عندك يعني فيش اي مشكله. لو واحد لو كتب بديش اقيدك بصيغه معينه، سواء كتبت هيك اي بيك الاوتبوت او اي بيك الار ال، شو بتساوي؟ في بيك الاوتبوت او في بيك الار ال مفهوم مقسومه على قيمه المقاومه. هلا هذا المقدار اللي بنحطه في البسط احنا بنقسمه على قيمه المقاومه ال، فبيطلع معي التيار قديش بيساوي؟ بيطلع 14.86 ملي امبير. مفهوم كيف؟ هذا بيمثل ارتفاع موجة التيار على الاوتبوت. هي عندك الموجات الثنتين اللي رسمتهم قبل شويه، هذا انستنتينيوس فولتج وهذا الانستنتينيوس كرنت. الارتفاع تبع موجة الجهد حسبناه على المخرج، وارتفاع موجة التيار على المخرج برضه حسبناه. طيب هلا احنا خلصنا ايه المطلوب A B و C انتهينا منهم، تعال نشوف ريكويرمنت B. كالكوليت ذا اوتبوت فريكونسي، سهل جدا. احنا حكينا سابقا انه دائما الفريكونسي على الاوتبوت في الفول ويف بريدج ريكتيفاير بتساوي ضعف التردد على الانبوت. يعني اذا كان عندي انا قيمه التردد على الانبوت 50 هرتز موجوده على مصدر التغذيه على مدخل الفول ويف بريدج ريكتيفاير، الترانسفورمر للعلم بغيرش التردد من مره. يعني اذا كان التردد على مدخل الترانسفورمر 50 هرتز، على المخرج تبع الترانسفورمر 50 هرتز. طيب هذا التردد على الاوتبوت راح يكون نفس الشيء ولا راح يكون مختلف؟ اكيد راح يكون مختلف بمقدار الضعف. يعني اذا كان التردد 50 هرتز على الداخلات على الفول ويف بريدج ريكتيفاير، على مخرجه قديش راح يكون الضعف؟ فاذا الاوتبوت فريكونسي راح تساوي 100 هرتز. شو السبب؟ بسيط كثير، حكيناه اللقاء اللي فات، انه التايم بيريد على الاوتبوت بتكون نصف مقدار التايم بيريد على الانبوت، فعشان هيك التردد على الاوتبوت بيكون مقدار ضعف التردد على الانبوت. هاي العلاقه موجوده هون. اذا بتيجي انت بتعوض فيها مباشره، يعني باستمرار دائما لما تيجي على مثال كونفنشنال سيركت دائره عاديه زي ما احنا شايفينها، بامكانك تطبق يعني تعوض في القوانين مباشره حتى تحسب الارقام، مش داعي للاشتقاق. مفهوم كيف؟ طيب خلينا نيجي نشوف قديش الاوتبوت فريكونسي الفرع بي. هاي الاوتبوت فريكونسي بتساوي قديش؟ 100 هرتز. سهل جدا. طيب تعال نشوف فرع اي. فرع اي هون بده تحسب البيك انفرس فولتج اكروس السيليكون دايود. اي دايود بيكون شغال في وضعيه انحياز عكسي، قيمه اعلى جهد مطبق عليه في الانحياز العكسي بسموها البيك انفرس فولتج. هذا البيك انفرس فولتج تذكروا سابقا احنا اشتقيناها مرتين، ليش؟ لانه مره استخدمنا التقريب الاول ومره استخدمنا التقريب الثاني. هلا البيك انفرس فولتج اللي انا ما بدك تشتقها، اللي بدك تستخدمها اي وحده مش المعادله هاي، لانه هاي خاصه بالتقريب الاول. احنا التقريب عندنا في المثال ايش هو؟ السكند ابروكسيميشن. اذا بدك تستخدم البيك انفرس فولتج اللي موجوده هون. شو بدك تساوي؟ ارتفاع موجه الجهد على الاوتبوت اوريدي احنا حسبناه، تجمع لها البارير بوتنشال تبع السيليكون دايود اللي بيساوي 7 بالعشرة. حتى نشوف ارتفاع موجة الجهد على الاوتبوت قديش بتساوي، حكينا عنها. وين هي موجودة؟ هاي في بيك ال في سكندري بيك، لا مش هذه اللي فايتة على الترانسفورمر، بدناش نخربط. بدها تساوي في عندك تو اوتبوتس هون، بدنا ننتبه لحاجة كثير مهمة. تعال نشوف الدائرة. في عندي هون هذا السكندري سايد، اوكي هذا الاوتبوت، يعني كيف هذا اذا اعتبرنا هذا الانبوت هذا بده يكون الاوتبوت، بس هذا فعليا بده يكون الانبوت على الفول ويف بريدج ريكتيفاير. اذا الاوتبوت وين عندي؟ اخر شيء بكون موجود على المقاومه هون. هلا هذا الجهد اللي فايت على الـ او الجهد الخارج من الترانسفورمر هو فعليا الجهد الفايت على الفول ويف بريدج ريكتيفاير، واضح كيف؟ طيب هذا الجهد اللي فايت على البريدج ريكتيفاير وين هو؟ حسبناه شوي صغيره، هي 16.26. هلا الجهد على المخرج قديش طلع معنا قيمته؟ ايوه بدنا نشوف 14.86.
اوكي، هذا الجهد شو بدنا نسوي فيه هلا؟ بدك تجمع له 7 بالعشره حتى تحسب الاكتوال بيك انفرس فولتج. هيو شايفين الرقم هذا 14.86، بمعنى له 7 بالعشره، فبتطلع معي الاكتوال بيك انفرس فولتج قديش قيمتها؟ تقريبا 15 ونص. هلا مهم جدا تعرف هون انه ال 15 ونص هاي الفولت، لما انا بدي اجي اتاكد انه هل الدايود بيشتغل في وضع سليم ولا يمكن يكون في يعني هذا الجهد بشكل خطوره عليه ويمكن يحرقه، لازم نقارنه بالريتد بيك انفرس فولتج اللي بنشوفه احنا على الداتا شيت. مهم جدا اي قيمه للريتد موجوده على الداتا شيت لازم تكون اعلى من الاكتوال فاليو هاي. واضح كيف؟ يعني مثلا لو واحد فيكم راح على الداتا شيت وشاف انه بيك انفرس فولتج للدايود بتساوي 100 فولت، انت هيك بتجزم 100% انه الدايد مش راح يشتغل، يعني مش راح يكون في خطوره، هذا الجهد مش راح يشكل خطوره على الدايد، راح يشتغل الدايد بشكل سليم. ليش؟ لانه الاكتوال فاليو هاي ايش مالها؟ اقل من الريتد فاليو اللي شايفينها على الداتا شيت. واضح كيف؟ طيب هل واضحه هاي النقطه؟ في حدا حاب يسالني عنها شيء؟ سهله جدا، يعني بامكانك، انت بامكانك تطبق في القانون بشكل مباشر بدون ما تلجا للاشتقاق. اوكي؟ ليش هذه سألت، يمكن حدا بيسأل ليش جمعنا لها 7 بالعشرة؟ لأنه إحنا اضطرينا نستخدم، ما هو في شكلين للبيك انفرس فولتج حكينا سابقا، إنه في هذا الشكل الأول القانون هذا هيك تبعه بيكون لما تكون مستخدم التقريب الأول، بس للعلم إحنا شو التقريب اللي بنستخدمه في المثال تبعنا؟ التقريب الثاني. إذا هاي المعادلة اللي بدنا نعتمدها. واضح كيف؟ طيب خلينا نكمل. هلا خلصنا الفرع اي، انتهينا منه. الفرع اف هون بده تحسب الدي سي كوانتيتيز اللي موجوده على المخرج. وين عندي الاوتبوت في عنا او المقاومه هذه؟ هذه الجهد والتيار والقدره اللي نحسبهم عليها كلهم بكونوا اوتبوتس بنسميهم. مفهوم كيف؟ بدنا نحسب الدي سي كوانتيتيز اللي موجوده هون. هذه راح يكون يعني حل هذا الريكويرمنت سهل جدا لانه راح يكون تطبيق مباشر على القوانين. واضح كيف؟ عندنا احنا اول خطوه بدنا نسويها، حتى شو بدنا نسوي حتى تقدر تحسب القدره والتيار؟ اول شيء بدنا نيجي نحسب الجهد. الفي دي سي بشكل عام حكينا عنه اشتقناه سابقا. دائما شو بدي اساوي؟ الفي دي سي بتساوي 2 تايمز الماكسيموم فولتج على الاوتبوت، سوري الفي دي سي حسب ما اشتقناها بتساوي 2 في ام الاوتبوت. واضح على قديش؟ على الباي. مفهوم كيف؟ طيب هلا عندي انا الماكسيموم فولتج على الاوتبوت حددنا قديش قيمتها، كل اللي بدنا نسويه بنضربها باثنين نقسمها على باي حتى نحسب قديش الدي سي فولتج بيطلع معنا. واضح كيف؟ تعال نشوف هذا كيف حلناه. هون فرع اف، اوكي هات نشوف وين موجود. ايوه، اول حاجه الماكسيمم فولتج على الاوتبوت وين موجوده؟ حسبناها في بيك الاوتبوت، هي سواء حكيتها في ماكسيمم اوتبوت او في بيك الاوتبوت قديش طلعت قيمتها عندنا؟ هي 14.86 هذا المقدار. طيب 14.86 هاي بدي اضربها في اثنين واقسمها على باي. تعال نشوف كيف مسويين هون. هاي 14.86 ضربناها في اثنين، شايف؟ قسمناها على باي، بيطلع الدي سي فولتج قديش بيطلع معنا؟ تسعه تقريبا، 9.5 فولت. مفهوم كيف؟ طيب حسبنا الدي سي فولتج، بدك تحسب الدي سي كرنت. هلا حاجة كثير مهمة ذكرناها سابقا وبدي أعيد لكم إياها. لما تيجي ترسم أنت مثلا الانستنتينيوس فولتج والانستنتينيوس كرنت، هذا بيمثل هذا الانستنتينيوس فولتج. أوكي، بكون لا هيك شكل المعادلة. V output as a function of V. وهذا عبارة عن الانستنتينيوس كرنت. مفهوم كيف؟ طيب العلاقة اللي بتربط بين الانستنتينيوس فولتج والانستنتينيوس كرنت قانون أوم. هلا وين البيك عندي للفولتج وين البيك للتيار؟ هذا البيك للفولتج اسمه في بيك الاوتبوت، وهذا عباره عن البيك كرنت بسمه اي بيك الاوتبوت. العلاقه اللي بتربط بين هدول الاثنين ايش برضه بتساوي؟ هي نفس قانون أم. واضح؟ اخر شيء بدنا نيجي نحدد وين بدنا نيجي نرسم الدي سي فولتج ونرسم الدي سي كرنت. انتبهوا علي. هلا الخط اللي موجود هون لما نسال واحد فيكم مثلا تعال على الانستنتينيوس فولتج اللي موجود هون، اجي اقول لك ارسم لي قديش الافرج دي سي فولتج. شوفوا علي، الدي سي فولتج لما بتيجي ترسمه او تحدده على الموجه تبعت الجهد لازم تتقيد بشغله كثير مهمه، انه النقطه بتحكي انه لازم الجهد هذا تكون مقداره
هذا أعلى من الصفر وفي نفس الوقت أقل من البيك فاليو اللي موجودة هون. واضح كيف؟ يعني الفي دي سي هون شو بدها تكون؟ تكون أكبر من الصفر وأقل من الفي بيك الأوتبوت، هيك اللوكيشن تبعها بيكون صحيح 100%. لما بدي أجي أحدد الأي دي سي مهم جدا تعرف إنه الأي دي سي دائما أكبر من الصفر وأقل من الأي بيك الأوتبوت، يعني وين ما رسمتها أنت في يعني سواء حطيتها هون أو هون أو هون بكون ايش الرسمه هيك صحيحه 100%. ليش؟ لانه انت هون تقيدت بالشرط الخاص بالاي دي سي اللي بيحكي انه التيار هذا اكبر من الصفر والاقل من الاي بيك الاوتبوت. واضح كيف؟ طيب هل في علاقه بتربط بين التيار والجهد؟ اكيد في نفس العلاقه اللي حكينا عنها سابقا في الانستنتينيوس والبيكس، هذا الجهد في دي سي والاي دي سي نفس العلاقه اللي بتربط بينهم برضه هي قانون اوم. مفهوم كيف؟ اذا هون بنستنتج انه قانون اوم بشكل العلاقة بين الانستنتينيوس فولتج والانستنتينيوس كرنت، وبرضه بنفس العلاقة اللي بتربط بين البيك فولتج والبيك كرنت، ونفس العلاقة اللي بتربط بين الفي دي سي والاي دي سي كلياتهم بيكونوا قانون اوم. اذا انت هيك حسبت الدي سي فولتج، اوكي لما بدي اجي احسب الدي سي كرنت بامكانك تحطها باكثر من شكل، يعني الفي دي سي الار ال او الفي دي سي الاوتبوت. واضح؟ هذا المقدار احنا حسبناه طلع 9 تقريبا 9.5 فولت، بتقسمه على قيمة المقاومة ار ال، فبيطلع معي قيمة التيار هون هيو 9.5 ملي ام. واضح؟ اذا اخر شيء بدنا نعرف القدرة قديش بتساوي معانا، القدرة دائما بتساوي حاصل ضرب الجهد بالتيار، او في ممكن واحد يقول تربيع قيمة الجهد ال في دي سي سكويرد على ار ال، او واحد يمكن يقول الاي دي سي في الار ال. يعني سواء استخدمت هاي او هاي او هاي راح تحصل على نفس الجواب. ايش بيطلع الباور دي سي قيمته هون؟ بيطلع عندنا 89.5 ملي وات. واضح كيف؟ هيك الفرع اف هلا انتهينا منه، سهل جدا، يعني هو فيكتبلي تطبيق مباشر على القوانين. شوف هلا شو ضل عندنا الفرع جي، كالكوليت ذا برايمري كرنت اون ذا ترانسفورمر. هذا شويه في شوي يعني بده شويه تحليل. اول شيء احنا عرفنا قديش قيمه السكندري كرنت على، يعني احنا حددنا قديش التيار على السكندري سايد، عرفنا قديش قيمه التيار، طلعنا الاي بي مش الاي بي مش السكندري اي بي الاوتبوت. واضح كيف؟ بدك تعرف حاجه كثير مهمه، البيك كرنت على الاوتبوت تبعت المقاومه هاي نفس الاي بي السكندري، يعني لما تيجي تقول اي بي السكندري وين الاي بيكس، هذا التيار اللي موجود هون نفس التيار اللي موجود هون، هو نفس يساوي ايش؟ اي بيك الاوتبوت، او هو نفسه برضه اي بيك على المقاومة ار ال. واضح؟ هذه القيم نفس الشيء. هلا في عندي انا بالسؤال قيمة التيار اللي موجود هون ايش اسمها هذه؟ اي بيك البرايمري، بدي اعرف قديش قيمتها. هلا احنا هون عندي هذا المقدار معروف جاهز، اوكي بدي احسب هذا المقدار. هل في علاقه رياضيه بتربط بين تيار البرايمري وتيار السكندري؟ اكيد حكيناها سابقا في الترانسفورمر. شوي صغير هي هون هي اي سكندري بيك اي بيك الاوتبوت بتساوي اي بيك الار ال، هذا التيار عندي اياه جاهز حسبنا سابقا. طيب العلاقه اللي بتربط بين تيار السكندري وتيار البرايمري في الترانسفورمر هي موضحه هون، اوكي عندك الاي موجوده، لاحظ الاي هاي معطيه قيمتها 10 10 بلاش وحده وات ايفر. الاي سكندري بيك قديش قيمته عندي؟ 14.86 ملي ام، بتعوض هذا المقدار هون. اذا شو المجهول الوحيد هون؟ بضل الاي برايمري بيك، هي بتطلع المعادله بدلت اي برايمري يعني برايمري بيك كرنت. مفهوم كيف؟ بتساوي السكندري بيك كرنت هذا المقدار مقسوم على 10، فبيطلع معي التيار اللي راح نشوفه وين على البرايمري سايد. يعني هذا لو بدك تيجي ترسم هذا التيار احنا كيف بتكون الموجة التيار عندنا؟ شوي صغيرة لو واحد جينا سالناه على هذا الترانسفورمر. هلا عندك هذا الترانسفورمر، اول شيء موجة الجهد عليه كيف راح يكون شكلها؟ هيك موجة الجهد، صح ولا لا؟ طيب وموجة التيار بده يكون هيك. هلا ارتفاع موجة التيار هذا الارتفاع ايش بنسميه؟ اي بيك
البرايمر. يلا واضح. والارتفاع تبع موجة الجهد، هذا ارتفاع موجة التيار، وارتفاع موجة الجهد I بيك سوري V بيك، هذا بتكون V بيك للبرايمري. مفهوم كيف؟ اوكي. هلا حسبنا قديش البرايمري بيك كرنت اللي في مطلوب في هذا المطلوب، خلصنا منه. هلا مطلوب H درايف ذا sinusoidal فانكشن اوف برايمري فولتج. بده ترسم يعني بدك تحدد او تيجي على الصيغه العامه تبعت sinusoidal varying فانكشن، واضح؟ ونحدد فيها تو بارامترز، الجهد والتيار، نعوضهم فيها بشكل صحيح. احنا اول شيء هذه المعادله لما جينا نشوف الانستنتينيوس فولتج، شايف كيف؟ هذه الانستنتينيوس فولتج والانستنتينيوس كرنت. هلا شو لما بدك تيجي تحط الصيغه الرياضيه للانستنتينيوس فولتج كيف بكون شكلها؟ بتكون هيك الصيغه العامه لها في ماكسيمم، واضح؟ هذا الماكسيمم على الاوتبوت ولا على الانبوت؟ هاي الموجه اكيد على الاوتبوت، بنسميها في ماكسيمم الاوتبوت في ساين الاوميجا تي، صح ولا لا؟ طيب والصيغه العامه لموجه الانستنتينيوس كرنت على الاوتبوت كيف بكون شكلها؟ I maximum الاوتبوت مضروبه في ساين الاوميجا تي، تمام؟ هذا على الاوتبوت. طب بخصوص الانبوت كيف بيكون الجهد على الانبوت؟ وين بيكون موجود عندي هذا الجهد على الانبوت؟ شو الصيغه العامه له؟ يعني هذه الموجة اللي موجودة هون، هذه instantaneous voltage. جيت قلت لك أعطيني المعادلة تبعتها، بتقول لي الـ V input as a function of T شو بدها تساوي؟ V maximum، بس دير بالك هون الـ input، واضح كيف؟ في sin الأوميجا T. هلا بدناش ننسى حاجة كثير مهمة، إنه هذا عبارة عن الـ angular frequency على الـ input، واضح كيف؟ وهدول عبارة عن الـ angular frequency على الـ output. في اختلاف بينهم الاثنين، مش متساويات. ليش؟ لانه حكينا سابقا انه التردد على الاوتبوت يساوي ضعف التردد على الانبوت، ما ينطبق على التردد ناتشرال فريكونسي، بينطبق على الانجلر فريكونسي، واضح كيف؟ هلا بدك انت المعادله تبعت الصيغه الرياضيه للانستنتينيوس فولتج على الانبوت شو بدي اساوي؟ في ماكسيمم الانبوت اللي هي عباره عن 115، واضح؟ ضرب جذر الاثنين ساين، قديش قيمة التردد على الانبوت؟ 50. إذا هذه بتقول 2 باي الفريكونسي ضرب 50 تي، هيك شكلها، واضح كيف؟ هيك بس تضرب 2 باي في 50 على الآلة الحاسبة بيطلع عندك هذا المقدار 314، مفهوم كيف؟ وهذا المقدار بيطلع أظن حكينا 162 فولت ساين. هذا الشكل النهائي الانستنتينيوس فولتج على الانبوت. هلا نفس الطريقه بدنا نعوض الارقام بشكل صحيح حتى نحسب نشوف كيف معادله الانستنتينيوس فولتج على الاوتبوت، ونشوف كيف معادله الانستنتينيوس كرنت كمان على الاوتبوت. هذه موضحه، خلينا اعيدها هون، هي موجوده السلايد شوي صغير. هي على الانبوت كيف؟ في ماكسيمم برايمري ساين للاوميجا ان تي. الاوميجا الاوميجا هون شو بدها تساوي؟ 2 باي اف. قديش قيمه التردد على الانبوت؟ 50 مضروبه ب 2 باي بيطلع عندي 314. هذه ال 314 وين بنعوضها؟ هي بتعوضها هون، هي بتساوي هي 314، تمام؟ قديش ارتفاع موجه الجهد على الانبوت بتساوي؟ حسبناها 100، هي لما تضرب جذر الاثنين في 115 بيطلع معك الجواب 162.6 بالعشرة فولت، واضح كيف؟ هذه عبارة عن الانستنتينيوس فولتج على الانبوت. هلا تعال نشوف الانستنتينيوس فولتج على الاوتبوت. هي موجودة بالسلايد اللي بعده. هي هون موجودة. بدها تساوي هاي الانستنتينيوس فولتج على الاوتبوت في ماكسيمم الاوتبوت، لازم تعرفوا انها بتختلف تماما عن الفي ماكسيمم الانبوت. هذا الاوتبوت وين موجود؟ على المقاومه مش على السكندري سايد للترانسفورمر. هي بتطلع قيمه 14.86. هلا قيمه التردد على المخرج مش نفس قيمه التردد على الانبوت. هلا عندك الانجلر فريكونسي على الانبوت قديش بتساوي قيمتها؟ 314. هذا المقدار لازم تضربه باثنين
مفهوم كيف؟ ليش؟ لانه الفريكونسي على اوتبوت 100 هرتز بتكون وليست 50 هرتز، اذا الفريكونسي هون بتطلع قد ايه؟ 628.4 هرتز مضروبه في التي. هي عندك هذا بيمثل معادله الانستنتينوس فولتج على الاوتبوت. هلا اذا بدك تشوف معادله الانستنتينوس كرنت على الاوتبوت، نفس التردد على الاوتبوت بتضله هي 628.4، بس ارتفاع موجه التيار على الاوتبوت قديش بيساوي قيمته؟ 14.86. مفهوم كيف؟ واضح كيف؟ يعني هذه الصيغه الرياضيه بتعطيني، بتحدد لي شكل موجه، بتعطيني وصف لموجه الجهد على المخرج، والصيغه الرياضيه هاي بتعطيني وصف لشكل موجه التيار على المخرج. مفهوم كيف؟ في حدا مش فا... في حدا عنده اي تساؤل؟ واضح؟ طيب خلصنا احنا هذا ولا لسه؟ اتش وين وصلنا في المطالب؟ اخر مطلوب بيحكي انه draw the instantaneous output voltage وال instantaneous output current، وخلينا نحدد كمان البيك فاليوز. هاي الرسمه اللي موجوده هون، هذه الرسمه اللي بحكيها، هذه بتوضح العلاقه بين instantaneous values والبيك فاليوز والدي سي فاليوز. واضح كيف؟ هيك خلصنا كل شيء بيتعلق بالمثال الاول. هلا تعال نشوف المثال الثاني. هذا المثال بيختلف عن المثال السابق. معطيك هون الفول ويف بريدج ريكتيفاير از بلوك، صندوق محدد عليه موجه الانبوت باجزائها الاثنين، البوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل، والفتره الزمنيه على كل واحده منهم. وفي عندي هيك البلسز بتكون موجوده على الاوتبوت، شرحناها سابقا، سهل كثير. هلا في هذا المثال اول ريكويرمنت بيحكي انه لازم ترسم الفول ويف بريدج ريكتيفاير، عشان هيك طالب يعني بدناش نتعامل مع دائره الفول ويف يعني انه تفترض انه انا دائما بعطيك اياها، لا، مرات بيجي السؤال بكون بس ذاكرها ذكر. انت لازم حتى تقدر تحل هذا السؤال ترسم دائره الفول ويف بريدكتيفاير، لازم تكون حافظ الرسمه. مفهوم كيف؟ بالتوزيع الديودات بهذا الشكل. طيب هلا هون بدنا نعيد رسمه الفول ويف بريدكتيفاير في هذا الاكزامبل، بس لازم ناخذ بعين الاعتبار كيف ترتيب الديودات راح يكون معنا. يعني ترتيب الديودات راح يكون بطريقه بحيث انه مثلا لما نيجي بتشكل عندي الموجب او الجزء الموجب من موجه الانبوت على الاوتبوت هون، راح نشوف انه دي 1 ودي 4 راح يكونوا في وضعيه انحياز امامي. لما نيجي نطبق الجزء السالب من موجه الانبوت، الاوتبوت راح يتشكل، راح يكون هيك شكله. مفهوم كيف؟ راح تلاحظ انه دي 2 ودي 3 في وضعيه انحياز امامي. هلا احنا هون حتى الرسمه هيك راح يكون شكلها بشكل عام. اول شيء هذه الرسمه ما اعتبر انه هدول الديودات مش محددين. حتى نقدر نحدد كيف ترتيب الديودات بدنا نيجي على الرسمه هاي الموجوده سابقا. لاحظ كيف لما جينا طبقنا الجزء الموجب من موجه الانبوت، كيف الاقطاب بتكون موجوده على الاوتبوت؟ بتكون هيك الاقطاب. اول شيء الاقطاب على مصدر التغذيه هيك بتكون موجوده. طيب هذا التيار اتجاه اندفاع التيار راح يكون من اي طرف لاي طرف؟ هذا السورس تيرمينال A وهذا عباره عن السورس تيرمينال B. هلا التيار راح يندفع، يجي من السورس تيرمينال A يعدي في هذا الدايود ويعدي من خلال المقاومه ويعدي في الدايود الثاني ويرجع على السورس تيرمينال B. هيك هيك اتجاه اندفاع التيار. طيب هلا انا باجي لما اجي اطلع ايش الدايودات اللي اشتغلوا عندي في وضعيه انحياز امامي؟ هذا الدايود وهذا الدايود. هلا حسب ما هو كاتب لنا انه لما جينا طبقنا الجزء الموجب من موجه الانبوت، الدايودات اللي اشتغلوا عندي في وضعيه انحياز امامي دي 1 ودي 4. اذا هذا شو بدنا نسميه؟ هذا بتسميه دي 1 اوكي، وهذا بدنا نسميه دي 4. واضح كيف؟ سهل كثير. طيب هلا احنا بدنا نيجي نشوف كيف الترتيب للسكند دايود، الدايودات اللي راح يشتغلوا في وضعيه انحياز امامي لما نيجي نطبق الجزء السالب من موجه الانبوت. تعال نشوف، قبل شوي احنا طبقنا الجزء الموجب، هلا لما تيجي تطبق الجزء السالب من موجه الانبوت على الفتره الزمنيه من باي ل 2 باي، الكل فيكم بيعرف انه اتجاه اندفاع التيار او القطبيه على مصدر التغذيه كيف راح تكون؟ الموجب لتحت والسالب راح يكون لفوق. هلا تعال نمشي هذا التيار. هلا عندك هذا السورس تيرمينال بي وهذا السورس تيرمينال اي،
راح يمشي التيار هيك. اوكي شو رايكم، وين بدي اعدي؟ مش راح يعدي في الدي 4 اكيد، راح يعدي، خلينا نفرض انه هاي لسه مش محدده وهاي لسه مش محدده، راح يعدي في هذا الدايود، بعدين في المقاومه هيك من جهه اليمين لليسار في المقاومه، بعدين بيطلع على الدايود اللي هذا اللي هون، اوكي، وبوصل السورس تيرمينال A. واضح؟ اذا هون اي دايودات اشتغلوا عندي في وضعيه انحياز امامي، هذا الدايود وهذا الدايود. اذا هون هذول التو دايودز زي ما انتم شايفين على الرسمه، طلال عليها بالله، دي 2 ودي 3 هلا شغالين في وضعيه انحياز امامي. فعشان هيك هون هذا بنسميه دي 2 وهذا بنسميه دي 3. هيك ترتيب الدايودات بكون بشكل صحيح، يعني انت ما فيك تحطهم بشكل عشوائي زي ما بدك. مهم جدا لازم لما نيجي نحدد الدايود هذول نتقيد في المعطيات تبعت ايش؟ رسمه الاوتبوت اللي موجوده هون. مفهوم كيف يا جماعه؟ هذا بخصوص المطلوب الاول. هيك حكي يعني الفيرست ريكويرمنت، شو كاتب؟ انه ارسم، شوف كيف الموجه على الاوتبوت، وارسم موجه الفول ويف بريدج ريكتيفاير شوينج ذا اكزاكت ارينجمنت اوف ذا دايودز، موضح ترتيب الدايودات بالشكل الصحيح. هلا الخطوه اللي بعدها سكند ريكويرمنت هون، كالكوليت ذا انبوت بيك اند الار ام اس فولتجز. بدنا نشوف قديش الانبوت بيك والار ام اس فولتج، حتى هذا تقدر تحله. بدنا نرجع في الحل الروح. اول خطوه لاحظ كيف حتى تتوصل للقيمتين هذول، اوكي، بدنا نيجي على الدي سي فولتج اللي موجوده على الاوتبوت هون. الصيغه الرياضيه اللي بتعطيني وصف للدي سي فولتج شو بتحكي؟ الفي دي سي دائما شو بدها تساوي؟ في ماكسيموم الاوتبوت، واضح، مقسومه مضروبه في 2، مضروبه في 2 ومقسومه على باي. تمام، عندي انا الفي دي سي معروفه والباي معروفه، هذه الفي دي سي معروفه، بطلع هاي المعادله بدي احسب قديش الماكسيموم فولتج على الاوتبوت. هون الفي ماكسيموم الاوتبوت شو راح تساوي معي؟ راح تساوي، شوف علي، بدها تساوي الباي ضرب الفي دي سي على 2. واضح كيف؟ الفي دي سي 11 في باي على 2 بتطلع الماكسيموم فولتج اللي موجوده على الاوتبوت. هلا بيجي الطالب بتسال بقول احنا كنا نحكي مره بتكون ارتفاع موجه الجهد على الاوتبوت نفس ارتفاع موجه الجهد على الانبوت، ومره في حاله كنا نحكي الارتفاعات مش متساويه. هلا قديش بتكون متساويه وقديش بتكون مش متساويه؟ حكيناها اكثر من مره اللقاء اللي فات. الارتفاعات ما بتكون متساويه، بتكون متساويه اذا على الاوتبوت وعلى الانبوت اذا كان التقريب المستخدم هو عباره عن التقريب الاول. بينما اذا كان عندنا التقريب الثاني هون مستخدم زي ما انتم شايفين، ارتفاع موجة الجهد على الاوتبوت ما بيساوي ارتفاع موجة الجهد على الانبوت، وانما الاختلاف بينهم بيكون عباره عن 1/4 اللي هي البارير بوتنشال لتو دايودز لما بيكونوا شغالين في وضعيه انحياز امامي. مفهوم كيف؟ طيب عندي انا ارتفاع موجة الجهد على الاوتبوت حدد من قديش قيمته، هات نشوف كيف محسوب هون. هيو في ماكسيمم الاوتبوت تساوي باي في مضروب باي في الفي دي سي على 2، بيطلع معي قديش الفي دي سي هون؟ عفوا الماكسيمم بيطلع 17.28. هلا هذا المقدار اجمع له 1/4 شو بيطلع معنا؟ ارتفاع موجة الجهد على الانبوت. مفهوم كيف؟ هي في ماكسيمم، اول شيء بنحط الصيغه العامه بتقول ماكسيمم فولتج على الاوتبوت بتساوي الماكسيمم فولتج على الانبوت ناقص 1/4. هاي طلع لي اياها بدلاله المجهول. ايش المجهول عندنا؟ اللي هو الماكسيموم فولتج على الانبوت، هذا واضح، هي سواء حطيتها هيك في ام او في بيك نفس الشيء. هذا 17.28 اجمع لها 1/4 بيطلع الجهد قديش قيمته؟ هذا عباره عن الماكسيموم فولتج على الانبوت. مفهوم كيف؟ هيك احنا طيب خلصنا ولا لسه؟ المطلوب الثاني شوي صغيره. شوي هاي كالكوليت اوكي الانبوت بيك او الار ام اس فولتج. هلا احنا حددنا قديش البيك فولتج اللي موجوده هون، طب الار ام اس وين اللوكيشن تبعها على موجه الانبوت؟ دائما بكون هون، بكون موجوده هاي الفي ار ام اس. طيب كيف بدنا نحسبها؟ تيجي بتحكي انه العلاقه اللي بتربط بين البيك والار ام اس شو بيساوي؟ دائما جذر الاثنين، صح؟ طيب الار ام اس على الانبوت شو بيساوي؟ بيساوي في بيك على الانبوت، واضح، تقسيم قديش؟ جذر الاثنين. مفهوم كيف؟
إذا هذا نشوف كيف طبق، كيف استخدمنا هاي المعادلة. هاي الفي بيك فولتج اوتبوت، هاي بتقسمها على جذر الاثنين بيطلع معي الار ام اس انبوت فولتج قديش قيمته 13.28. هذا وين اللوكيشن تبعه بكون موجود على الانبوت؟ هون بكون موجود، هون بكون موجود. هذا الفي انبوت الار ام اس، واضح كيف؟ سهل جدا. طيب خلصنا المطلوب الاول والثاني، بقى اخر شيء بدنا نحسب الكالكوليت اوتبوت بيك كرنت والافرج دي سي باور، واضح؟ شوف كيف هلا هون احنا الفي دي سي معطيه، يعني لما بتيجي تحسب القدره هل في امكانيه نحسب القدره من الجهد تبع الفي دي سي وقيمه المقاومه اللي معطيني اياها المثال؟ اكيد في امكانيه، فيش مشكله. القدره هون البي دي سي الاوتبوت، سواء كتبتها هيك بي دي سي الاوتبوت او واحد كتبها مثلا البي دي سي على المقاومه ار ال، ايش بدها تساوي؟ هلا عشان في عندي انا جهد في دي سي وعندي مقاومه، صيغه رياضيه اللي بدي اعتمدها كيف بيكون شكلها؟ في دي سي سكويرد على قيمه المقاومه. قديش الفي دي سي عندنا هون؟ 11. بتقول 11 ضرب 11 على قديش؟ على 100. بتطلع عند القدره قديش بتساوي؟ هي موجوده هون، هي قدره 1.21، هي القانون، واضح؟ عوض الارقام طلعت تقريبا 1.2 وات، هذه القدره. هلا لسه ما انتهينا، ضل في عندنا هون بده الكالكوليت ذا اوتبوت بيك كرنت. طيب عندي انا حددنا الاوتبوت بيك فولتج او ارتفاع موجه الجهد على الاوتبوت، هلا بقدر احدد ارتفاع موجه التيار على الاوتبوت؟ اكيد. احنا دائما الموجات على الاوتبوت كيف بكون شكلهم؟ هيك الموجات تنتين، مش حكينا instantaneous voltage و instantaneous current؟ طيب لما انت يتحدد، لما انت تحسب وتشوف تحدد ارتفاع موجة الجهد على الاوتبوت، هل في امكانية تحدد ارتفاع موجة التيار كمان؟ اكيد. لما يكون انا عارف قيمة المقاومة وعارف قديش ارتفاع موجة الجهد، بقسم قيمة المقاومة على موج ارتفاع موجة الجهد، بيطلع معي ارتفاع موجة التيار، مفهوم كيف؟ فشايفينه هون انه اي بيك الاوتبوت، سواء واحد كتبها هيك، واحد كتب اي ماكسيمم الاوتبوت، واحد قال لا بدي احط اي بيك الار ال، كلها نفس المعنى. شو بتساوي؟ في ماكسيمم الاوتبوت او في بيك الار ال على قيمه المقاومه، واضح؟ في ماكسيمم الاوتبوت اوريدي احنا حسبناها، هي قديش بتساوي؟ 17.28 حسبناها من الدي سي فولتج، تمام؟ هذا المقدار تبع الجهد لما نقسمه على قيمه المقاومه فبيطلع معي التيار قديش بيساوي؟ 172 173 تقريبا ملي امبير، واضح كيف؟ هذا كل شيء بيتعلق بالفول ويف، امثله الفول ويف ريكتيفاير. انا بالعاده يعني هذا المثال الاول اللي شفناه هون حط فيه ريكويرمنتس كثير، يمكن في بعض الكتب بحطهم، شايفين كيف؟ يعني بحط هذا المثال يعني بجزئه على مثالين او ثلاث امثله حتى يقسم الريكويرمنتس، انا كلها جبتها في مثال واحد. يعني انا هيك غطيت كل شيء بتعلق يعني بكل هيك، هذا المثال الاول والثاني اللي حليتهم انا بغطوا كل الافكار المتعلقه بالفول ويف بريجكتيفاير. ضروري حتى تفهموه 100% ضروري هذه الامثله تحلوها قبل الامتحان، يعني لو مره او مرتين قبل الامتحان عشان تفهموا يعني كيف الحسابات بتكون الفول ويف بريجكتيفاير. هيك احنا خلصنا كل شيء بتعلق بالسيمي كوندكتور دايود، مفهوم كيف؟ احنا هلا بدنا نيجي نتكلم عن سيمي كوندكتور ديفايس جديد اسمه الزينر دايود. الزينر دايود اولا موضح لك انا الفيزيكال ستراكشر له، لاحظ كيف الفيزيكال ستراكشر للزينر دايود مشابه كثير للفيزيكال ستراكشر للسيمي كوندكتور دايود، او بسموه بعض الكتب الاوردينري دايود او البي ان جنكشن. يعني لما نحكي اوردينري دايود او بي ان جنكشن او دايود، هذه كلها كلمات مرادفه لبعض، نتكلم عن الدايود العادي اللي درسناه سابقا. هلا في سيمي كوندكتور ديفايس جديد اسمه الزينر دايود. لما بيجي الطالب بيطلع على التركيبه الفيزيائيه بشوفها متشابهه، اول سؤال بيسال طب شو ليش هذا اذا هيك؟ اذا نفس التركيبه الفيزيائيه تقريبا ليش سميناها زينر دايود؟ هلا في اختلاف، الاختلاف اللي صاير انا انه صح التركيبه الفيزيائيه هون مشابهه للاوردينري دايود اللي درسناه سابقا، واضح؟ بس الاختلاف انه لما بتتذكروا احنا جينا لما بدك تعمل المركب تبع الان تايب، شوف كيف مركب الان تايب، شو كنا نعمل بالعاده؟ كنا نجيب عنصر السيليكون مع عنصر الارسنيك،
صح ولا لا؟ هلا الخلط الكمية، أو لما تيجي تخلط عنصر الأرسنيك مع السيليكون، كنا نخلط الأرسنيك بكمية بسيطة، صح ولا لا؟ هلا هون احنا لما بدك تيجي تصنع العنصر تبع الان تايب للزينر دايود، ما بصير تكون كمية الأرسنيك قليلة، وإنما لازم تكون كميتها كبيرة كثير. يعني تخلط كمية كبيرة من عنصر الأرسنيك مع السيليكون حتى نشكل مركب الان تايب. هلا هذا الان تايب شو بحط عليها انا بلس، شو عشان تدل انه ايه تركيز الارسنيك هون كان عالي، مفهوم كيف؟ نفس الشيء البي تايب، تعال نشوف البي تايب هون لما بدك تيجي تعملها، مهم جدا هذا المركب هذا يكون تركيزه عالي. كيف بنعمل؟ بنخلط السيليكون بس مش مع الارسنيك المرة، مع الجاليوم، بس كمية الجاليوم شو لازم تكون كبيرة كثير. يعني بتجيب كمية كبيرة من الأرسنيك وكمية كبيرة من الجاليوم، نخلطهم مع ذرات عنصر السيليكون حتى تكون مركب الان تايب ومركب البي تايب. هلا المركب تبع الان تايب والبي تايب بنحط عليهم بلس عشان تفرقهم عن الان تايب والبي تايب اللي شفناهم في الدايود العادي سابقا في الاوردينري دايود، مفهوم كيف؟ اذا شو الاختلاف هون؟ صح انه بيجي الطالب هلا بقول صح انه التركيب الفيزيائيه نفس الاشي، بس هون الاختلاف الشاسع اللي صاير بين الدايود العادي اللي درسناه سابقا وبين الزينر دايود، لما جينا خلطنا عنصر الارسنيك مع السيليكون ولما جينا خلطنا عنصر الجاليوم مع السيليكون، كانوا الكميات تبعت الجاليوم والارسنيك كميات كبيره كثير، واضح كيف؟ فعشان هيك راح يتشكل عندي سيمي كوندكتر ديفايس بخصائص جديده. لما صارت عندي في خصائص جديده مش موجوده في الدايود العادي، سميناه هذا السيمي كوندكتر دايود اسم جديد وهو الزينر دايود، مفهوم كيف؟ طيب هلا عندنا هون خلينا نمشي في الملاحظات اللي مكتوبه هون. الزينر دايود از لايك ان اوردينري دايود، يعني في وجه تشابه وفي وجه اختلاف. التشابه نفس التركيب الفيزيائيه، واضح؟ في ثلاث مناطق، منطقه البي تايب، منطقه الان تايب، والمنطقه الثالثه هذه بتتشكل بشكل تلقائي لما اجي انا احط الان تايب مع البي تايب. شو بسموها هاي المنطقه؟ جنكشن لاير او الدبليشن ريجن، مفهوم كيف؟ بس بالعاده بتكون في الزينر دايت رفيعه كثير. شو السبب؟ لانه تركيز، بعيد بحكي، تركيز عنصر الارسنيك وتركيز عنصر الجاليوم كبير كثير، مفهوم كيف؟ طيب which comes with two regions. اوكي هلا الريجنز هذول هيفيلي دوب، شو يعني لما نحكي هيفيلي دوب ريجنز؟ يعني هون الارسنيك والجاليوم بيكون تركيزهم عالي جدا. النقطه رقم ثلاثه بتحكي انه هذا بيخلي، راح يشكل يعني سيمي كوندكتر ديفايس بخصائص جديده. هلا الخصائص الجديده اللي موجوده في الزينر ومش موجود مثلا في الدايود، انه هذا الزينر بيقدر يمرر التيار باتجاهين. يجي الواحد بيقول لي ما هو الدايود يا استاذي كان يمرر التيار باتجاهين، كان الدايود كان يمرر التيار فورورد وكان يمرر التيار ريفرس. بس للعلم تيار الريفرس اللي شفناه بالدايود شو ما له قيمه، كانت جدا قليله. مثلا في السيليكون دايود كنا نشوف التيار قديش كان ينزل، لواحد ضرب 10 قوس سالب 10، هذا المقدار جدا قليل. يعني احنا كنا ايش نحكي عنه؟ قيمته تقول الى الصفر. الزينر دايت صح بمرر التيار باتجاهين، اوكي، بس ديروا بالكم تيار الريفيرس في الزينر دايت قيمته عاليه، قيمته اعلى بكثير من المقدار اللي شايفينه في الدايود العادي، مفهوم كيف؟ طيب this allows the zener to operate safely in reverse breakdown region. هلا هون راح نشوف، هلا بشرح لكم اياه في السلايد اللي بعده، انه الزينر دايت بيقدر يشتغل في منطقه الريفرس بريك داون ريجن، بينما شفنا انه الدايت العادي ما بيقدر يشتغل في منطقه الريفرس. حتى اوضح لك اياها، خلينا نرجع للدايت لما يكون شغال في وضعيه انحياز عكسي. تذكروا احنا لما نيجي نحط السيمي كوندكتر دايد في وضعيه انحياز عكسي، هيك الاقطاب تبعت الدايد بتكون، الكاثود بيجي على القطبين الموجبه تبعت مصدر التغذيه، والانود بيجي بشكل مباشر على القطبيه السالبه. هذه الدائره كفيله انها تحط الدايد في وضعيه انحياز عكسي. هلا وين الاوبريشن مود او وين منطقه التشغيل بتكون؟ بتكون موجوده في الربع الثالث. ليش؟ لانه التيار لو بده يعدي خلال الزينار بده يكون ريفرس كرنت، والجهد اللي موجود على، عفوا، لو التيار اللي بيعدي خلال الدايود لو بده يعدي بده يكون عباره عن اي ريفرس، التيار اللي موجود على اطراف، الجهد اللي موجود على اطراف الدايود
ايش بنسميه في ريفرس. فالعلاقه اللي بتربط بين التيار والجهد الفي ريفرس والاي ريفرس هي هيك بيكون شكلها، هذا الفي ار والاي ار. طيب هلا اذا جيت ترسم العلاقه اللي بتربط بين الجهد والتيار، مهم جدا دائما احنا لما نيجي نشغل الدايود ما نخليه يدخل المنطقه هاي. ليش؟ لانه متى ما فات الدايود في هاي المنطقه بتنهار المنطقه الديبليشن ريجن او المنطقه الفاصله بين الان تايب والبي تايب، متى ما انهارت خلص هيك الدايود نعتبر انه انحرق، ما في امكانيه يشتغل معانا بشكل سليم من مره. فكل اللي بدك تعمله بدك تفك الدايود ترميه وتجيب دايود ثاني محله. إذا حتى نقدر يعني نشغل الدايود في حالة الانحياز العكسي بشكل سليم، مهم جدا حكينا سابقا إنه إذا كانت البيك انفرس فولتج أو الماكسيمم ريفرس فولتج اللي بتحملها الدايود مثلا قيمتها 100 فولت، أي جهد بدي أحطه هون أو لا بلاش كانت مثلا 150 فولت، هلا أي جهد بدي أحطه على مصدر التغذية لازم يكون قيمته أقل من الماكسيمم ريفرس فولتج اللي بتحملها الدايود في وضعية انحياز عكسي، حتى نتاكد انه الدايت بيشتغل بشكل سليم. هلا لو حط واحد فيكم صفر 10 20 30 50 لحد ال 100، هذه الجهود كلها ما لها اقل من الماكسيمم ريفرس فولتج اللي بيتحملها الدايت، هيك الدايت بيشتغل بشكل سليم. هلا لو واحد لا قال بدي ازيد الجهد تبع مصدر التغذيه اوصله لحد ال 200 فولت، هذه ال 200 فولت تبعت مصدر التغذيه وين راح تتشكل عندي؟ راح اكيد تتشكل على اطراف الدايت. ليش؟ لانه هاي المقاومه راح تكون زي الشورت سيركت، عشان الاي ريفرس قيمته جدا قليله تؤول الى الصفر، واضح كيف؟ فهي المقاومه بتكون زي الشورت سيركت. اذا ال 200 فولت هاي وين راح تكون موجوده؟ راح تكون ظاهره على اطراف الدايود. هذه ال 200 فولت هل يا ترى اقل ولا اعلى من الريتد فاليو؟ اعلى من هذه اكتوال، وهذه ايش اسمها ريتد. لما يكون الاكتوال اعلى من الريتد على طول الدايود بيكون دخل، نعرف انه 100% الدايود دخل في المنطقه هاي. شو بسموها؟ البريك داون ريجن، منطقة اللي بنهار فيها الدايود فقط خصائص، بطل يشتغل بشكل سليم. شوفوا مقدار التيار اللي مرر الدايود، لاحظ كيف هذا تيار عالي صح؟ هيك الدايود انحرق معنا. طيب في الزينر دايود لما جينا احنا صنعنا الزينر دايود، الزينر دايود الاختلاف الشاسع بينه وبين الدايود العادي انه اذا دخل هذه المنطقة بضل شغال بشكل سليم، يعني لو طفيته انت بيقدر يطلع من هذه المنطقه ويرجع على الاوريجن بدون اي مشكله. يعني الزينر دايود بيقدر يدخل ويطلع من هذه المنطقه بشكل سليم بدون ما يصير عليه اي شيء، بينما الدايود العادي متى ما دخل منطقه البريك داون ريجن بيقدرش يطلع منها، خلص بكون هيك فقد خصائصه، بكون انحرق معانا، بكون في ضروره ايش؟ نفكه ونركب نرميه ونجيب واحد جديد محله، مفهوم كيف؟ اوكي هذا بيقدر يخلي الزينر يشتغل في منطقه البريك داون ريجن بدون اي مشكله. الميجر ديفرنس الاختلاف الشاسع بين الاوردينري دايود الدايود العادي والزينر دايود انه الدايود العادي بمرر التيار بالعادي في اتجاه واحد، التيار في الاتجاه الثاني بتكون قيمته جدا قليله تؤول الى الصفر، بينما الدايود الزينر دايود في امكانيه يمرر التيار بالاتجاهين، مره باتجاه انحياز امامي ومره بحاله الانحياز العكسي. هلا هذا راح نشوفه. في كمان خاصيه موجوده في الزينر دايود انه بيشتغل كدايود عادي، الزينر دايود بيشتغل كدايود عادي لما تحطه في وضعيه انحياز امامي، هذا الحكي راح نشوفه هون في المثال هذا. يعني لو واحد فيكم هذه وضعيه تشغيل الزينر دايود في حاله الانحياز الامامي. ليش؟ لانه الانود جاي عندي اياه على القطب الموجب والكاثود جاي على القطب السالب. هذا الدايود شو بصير محله؟ راح يكون اذا قلنا انه بيشتغل كدايود عادي، راح نحط محله البارير بوتنشال اذا كان مصنوع من السيليكون اللي هو 7 بالعشرة فولت، واضح كيف؟ طيب بينما اذا انت جيت وصلته بحاله انحياز عكسي زي ما انت شايفه هون، اوكي؟ مش راح نقدر نقول انه هذا الزينر راح يكون ايش؟ يعني التيار اللي راح يعدي خلاله صفر، لانه راح يكون عباره عن اوبن سويتش زي ما كنا نحكي في الدايود العادي، وانما برضه راح يشتغل فيش اي مشكله، راح يمرر التيار من خلاله. هذا التيار اللي راح يعدي من خلاله ما راح تكون قيمته صفر، وانما راح تكون قيمته زي ما انتم شايفين هون له قيمه اسمها الزينر كرنت.
نحكي عنها في المحاضرة الجاية إن شاء الله. بس خليني أكمل في نقطة مهمة. When connecting the zener diode for ضيت انحياز عكسي، يعني لما نيجي نحط الدايت الزينر دايت في ضيت انحياز عكسي، ويكون جهد مصدر التغذية أعلى من الزينر بريك داون فولتج زي ما احنا شايفين هون، الزينر هون راح الجهد يضل ثابت على الأطراف على 5.1 فولت. يعني هذه خاصية شافوها العلماء كثير مهمة في الزينر دايت، إنه يطلع انتبهوا عليه بالله منيح. هلا أنت في عندنا شيء بسموه الزينر فولتج، هذه لما تشتري زينر مثلا مكتوب عليه البريك داون فولتج 5.1 فولت، مفهوم كيف؟ هلا انت جيت وصلت في دائره كهربائيه، الدائره الكهربائيه بسيطه جدا مكونه من مصدر تغذيه ومقاومه مع وجود الزينر دايت. هلا بدنا نيجي نحط هذا الزينر في وضعيه انحياز عكسي، كيف بنعمل؟ بنحط طرف الكاثود على القطب الموجب، وبنحط طرف الانود وين؟ على القطب السالب. هذه الوضعيه اسمها وضعيه انحياز عكسي. هلا نيجي نسال حالنا السؤال الاتي، جهد مصدر التغذيه هذا 6 فولت، هل هو اعلى ولا اقل من الزينر فولتج؟ اعلى من الزينر فولتج. شو اللي راح يصير عندنا في الحاله هاي؟ الزينر هون راح يشتغل في الوضعيه المصمم عليها. الجهد اللي راح يظهره هو عباره عن الزينر فولتج، يعني احنا راح نستبدل الزينر دايت ببطاريه زي ما انتم شايفينها هون، وجهد هذه البطاريه قديش بيساوي؟ 5.1 فولت. واضح كيف؟ هذا الجهد اللي راح يظهر عندي على الارض. هلا واحد فيكم عادي قال انا هذا مصدر التغذيه، لو رفعت الجهد عليه، يعني لو واحد فيكم جاب جهاز فولت ميتر هون، حط القطبيه هاي هيك والقطبيه هاي هيك، رفع جهد مصدر التغذيه من 6 فولت ل 7 فولت. لما ترفع الجهد على الاوتبوت راح تتفاجئ، راح تشوف انه بضل ثابت على 5.1، هذه خاصيه موجوده في الزينر، مفهوم كيف؟ واحد رفع الجهد ل 10 فولت، رفعته حتى ل 11 او 12، يعني سواء حطيت 6 او 7 او 10 او 11 او 12 فولت، باستمرار الجهد على الاوتبوت راح يضل ثابت على قيمه الزينر بريك داون فولتج، هاي خاصيه موجوده في الزينر دول. فعشان هيك العمليه اللي قام فيها ايش بسموها؟ ريجوليشن. شو يعني ريجوليشن؟ ثبت الجهد على الاوتبوت. واضح كيف؟ هذا راح نتكلم عنه الباقي، بس خليني اخلص اخر سلايد موجوده هون عشان نخلصها للمجموعه اللي قبل. للشعب الأول، في عندنا هون بدنا نعقد مقارنة بين الدايد العادي وبين الزينر دايد، من يعني شوف نقارن بين الاثنين في أكثر من حاجة، في أكثر من نقطة. أول حاجة بدنا نشوف الفيزيكال ديفينيشن لهم الاثنين. شو التعريف الفيزيائي للدايد العادي؟ هو عبارة عن جنرال بيربوس دايود ممكن نستخدمه إحنا لتمرير التيار باتجاه واحد. بينما الزينر دايود هو عبارة عن سبيشال بيربوس دايود، شو يعني؟ حالة خاصة من الدايد العادي. شو يعني حالة خاصة؟ إنه صح التركيب الفيزيائي نفس الشيء، بس لأنه هون خلطنا الأرسنيك والكاليوم بكميات كبيرة كثير، كون عندنا سيمي كوندكتر ديفايس اسمه زينر دايد، هذه حالة خاصة من الدايد العادي، واضح؟ كيف الدائرة الكهربائية أو الرمز الكهربائي للدايد، وكيف راح يكون الرمز الكهربائي للزينر دايد؟ هلا الرمز الكهربائي للدايد حكينا عنه سابقا، هيك بكون شكله سهم، مفهوم كيف؟ الفلات سايد هذا على طرف الانود، والتب تبعت السهم واضح وين جايه؟ على الكاثود. هلا عندنا احنا هون حتى نميز الزينر عن الاوردينري دايود، شوف كيف الاطراف تبعته عندي هون بتكون، طلع كيف الاطراف بتكون معقوفه، شايف كيف هيك لازم تكون؟ هيك انت لما تشوف الرمز الكهربائي هذا بتعرف انه هذا راح يكون زينر دايود. هلا الريفرس كرنت افكت، هون ديروا بالكم، حكينا احنا لما دائما في خطوط هذا التيار التسريبي اللي بيعدي خلال الدايد العادي مرات بشكل خطوره عليه، خصوصا لما يكون قيمته عاليه، ممكن بكل بساطه يحرق منطقه او يخلي منطقه العازله بين الان تايب والبي تايب اللي هي الدبليشن ريجن، خليها تنهار معنا، مفهوم كيف؟ بينما الدايد العادي راح يقدر يتعامل مع التيار التسريبي او التيار الريفرس بشكل انه لو كان مقداره عالي مش راح يحرق الزينر دايود، واضح كيف؟ راح يضله شغال بشكل سليم. التوبنج ليفل، لما تيجي تخلط انت الجاليوم والارسنيك مع عنصر السيليكون حتى تصنع الان تايب والبي تايب، كيف بكون هدول الجاليوم والارسنيك كمياتهم؟ بتكون كمياتهم قليله. بينما هون لما بدك تيجي تصنع الزينر دايود، الشركات بالعاده شو بتعمل؟ تجيب كميات كبيره كثير او تركيز عالي من الجاليوم مع تركيز عالي من الارسنيك، بخلطوه مع السيليكون حتى تشكل مركب الان تايب والمركب تبع البي تايب. الدبليشن ريجن، هلا بناء على انه التركيز تبع الجاليوم والارسنيك عالي، بتكون الدبليشن ريجن او المنطقه العازله
او المنطقه الفاصله بين الان تايب والبي تايب في الزينر دايت كيف بيكون شكلها رفيعه كثير هيك، بينما في الدايت العادي ايش بده يكون الديبليشن ريجن؟ راح تكون فيري وايد. اوكي، الفولتج بريك داون افكت، هون الدايت اذا فات بتاثر عليه بشكل سلبي، لازم نتجنب نكون حريصين اشد الحرص انه الدايت ما يصل منطقه الريفرس بريك داون ريجن، لانه اذا فات فيها خلص هيك الدايت فقد خصائصه، بينما الزينر دايت راح نشوف انه راح يشتغل بشكل سليم بدون اي مشكله.